أولا وقبل كل شيء كنعزي أسر الضحايا اللي ماتوا في هذه الفاجعة اللي هذا الزلزال اللي ضرب مجموعة من المناطق المغربية. كنقول لهم قلوبنا معكم، الله يرحمهم، الله يجعل مثواهم الجنة، والله يصبر الناس، والله يصبر الأسر اللي بقوا. المبادرة جات لأنه كاين عندنا حنا واحد، حنا كمغاربة عندنا واحد الروح وطنية، روح ديال التضامن، روح ديال التلاحم. من بعد ما شفنا مجموعة من المؤسسات اللي قامت بدورها بمبادرات وقامت بتضامن مع هذه الأسر ومع هذه الضحايا ديال الزلزال، وكذلك هناك نداء ملكي ومبادرة وطنية. المبادرة هي أننا المؤسسة ديالنا من بعد ما شفنا كإدارة وكطاقم طبي شفنا أنه يمكن لنا أننا نعاونوا الناس المضطرين من هذا الزلزال، الناس اللي عندهم مواصفات طبية وكيحتاجوا العلاج في الترويض الطبي. الفئة كتستهدف الناس المتضررين من الزلزال، يعني الناس اللي عندهم مواصفات طبية، الناس اللي عندهم كسور، الناس اللي عندهم يعني مشاكل في العمود الفقري، الناس اللي عندهم مشاكل اللي ترتبات عن مشكل اللي وقع عندنا في المغرب. فالعيادة حلت البيبان للناس المتضررين اللي عندهم مواصفات طبية، لكن مع الأسف كاينين هناك اتصالات اللي كتجي لا يعني كيكونوا ما عندهمش مواصفات طبية، يعني ما مشاوش عند الطبيب ما محددش لنا المشكل اللي عندهم. تلقينا اتصالات من هاد الناس، وكذلك الناس اللي مازال تحت واحد الفترة علاجية عادي يمكن لهم انهم يستفدوا من حصص الترويض. فالمركز كيقدم واحد الحصص مجانية. حنايا كتكون عندنا اون بريز اون شارج للناس اللي عندهم دي سيونس اللي محتاجين حصص في الترويض الطبي. كاين تفاعل، لكن مع الاسف كيف ما قلت لك هو انه الناس ما عندهم وصفات طبيه، لانه الترويض الطبي ما يمكنناش نستقبلوا واحد المريض بدون يعني ما يحدد لنا الطبيب المشكل ديالو ولا المشكل، يعني خاص يكون تحت وصفه طبيه. يعني كيجيو الناس ولكن ما عندهم وصفات طبيه، يعني خاص تكون واحد لوغدونونس ميديكال جايه من عند الطبيب عادي يمكن لنا ان ناخذهم. هذه من جهه. الجهه الثانيه هو انه كيجيو ناس ولكن مازال ما خاصهم حتى دوز واحد المده زمنيه عاد ممكن انهم يخضعوا للعلاج اللي هو الترويض الطبي. النداء اللي نبغي نطلب من الزملاء ديالي سواء كاخصائيين في الترويض الطبي او اللي كيقدموا علاجات اخرى انه يكون هناك تضامن، لانه في هذا الوقت الانسان باش ما قدر انه يعاون ويساعد الاخ ديالو المسلم يساعد. فكاين مجموعه من المبادرات ومجموعه من المؤسسات، فما فيها باس نكونوا كمؤسسات علاجيه كيقدموا واحد التضامن لهذه الفئه من الناس المتضررين.